رايح فين؟ رايح اقعد مع نانسي لحد ما نسافر لندن. تقعد مع نانسي وتسافر معاها لندن بصفتك ايه؟ بصفتي جوزها يا ماما. اتجوزت نانسي يا عبد الحميد؟ لا بس هتجوزها النهارده. وابوك؟ انا ما بقتش صغير وخدت قراري خلاص. هتتجوز من ورا ابوك؟ احنا ربناك على كده؟ انا ما بعملش حاجه من وراه، بابا عارف كل حاجه. بس ابوك مش موافق. مش مهم يوافق، المهم ان انا عرفته ان انا بحبها وعايز اتجوزها. انتوا رافضين نانسي ليه يا ماما؟ احنا مش رافضينها يا حبيبتي، انا بحبها زيكم بالظبط، ابوكوا هو اللي رافض تماما. ايوه بس عبد الحميد من حقه انه يحدد مستقبله. انت بتحاميله ولا ايه؟ ماما انا هكون سعيد جدا لو حضرتك قبل كده. استنى يا عبد الحميد، استنى يا عبد الحميد، ابوك لازم يعرف، ابوكي لازم يعرف. صياد اسم الله عليه، 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 اسم كده قبل ما اطول كان نفسي طول عمري فرح اجيب فرقه عوالم رقصه مشمعدان دي طلعت مخطر وسعد الصغير بالدبانه بتاعته والليله كلها. بس هنعمل ايه بقى؟ بس انا والعروسه يا سيدي مسافرين بكره الصبح لندن. لا ما هو انتوا الاثنين مجانين وما كانش ينفع لكم جواز غير بالطريقه دي. ما انا كده هتعالج عندكم بقى، مش انا جوزي دكتور زميلكم. انا متهيألي ان هو اللي هيحتاج يجي يتعالج عندنا لان انت هتطلعي عينه. ربنا يتمم لكم بخير. وعلى فكره انت معاكي راجل مفيش منه النهارده. معلش بقى يا جماعه مفيش شربات، بس جوافه تقضي الغلط. جوافه جوافه زي الفل. اتفضلي يا عروسه، في ترابيزه الاقزام دي مش طالعه طول جوزك. المهم المأذون، فين المأذون بقى يا دكتور؟ يا سيدي المأذون على وصول، بس انا رحت له كان في ايده فرح تاني، هيقلبه اهو اوام ويجي على هنا. على فكره يا نانسي انا عديت عليه بعد ما نزلت من عند ماما واديته العنوان، زمانه جاي. انت انت هنا مش جاي؟ لا ماما خايفه تيجي لان ممكن بايظ. ولا زينب حتى؟ يا ستي سيبك بقى من الكلام ده، بكره ان شاء الله كل شيء هيتصلح. اكيد المأذون. ايوه ثانيه واحده يا مولانا، ثانيه واحده. ماما الف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. مش قلنا بلاش طنط دي؟ انا ماما. ميرسي قوي يا بنتي، ربنا يخليكم ليا وما يهمنيش منكم ابدا. والله حاسه ان ماما جت وخافت كمان. مبروك يا اولاد. هقدمك الدكتور اسامه والدكتور وحيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. المأذون، المأذون المره دي جيب جد كده. المأذون بس اكيد. ايوه يا مولانا. يا راجل اهلا يا مولانا. اتفضل 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 في انتظارك. فين حضرتك؟ اهلا وسهلا اتفضل. يلا بقى بسرعه فاسبورك فين مولانا؟ لسه رايحين. ايه يا جماعه ما فيش زغروطه كده ولا حاجه؟ الحياه ناشفه كده ليه؟ عايزين زغروطه كده ولا هو جو معملي طبي بحت؟ ايه ما حدش عايز الزغرط؟ طب انا هزغرط يلا. أنا من رأيي يا دكتور هلالي إنك تبات هنا الليلة دي في الكفر. والله يا ريتني كنت أقدر أعرفها بيه، ما ينفعش. أنا شايف إن وجودك هنا من الصبح قبل فتح اللجنة هيفرق كتير قوي في الأسواق، خصوصا إن الكفر دلوقتي ما بقتش بصلاحنا. الكتلة اللي عاملها عطيه السعادة والأساليب المحتوية هتأثر عليك كتير قوي، عشان كده لازم يبقى موجودين وفي المواجهه وعلى طول. بس في ناس مسافرين بكره لندن لازم اروح اوصلهم لنفسي. يا عم قول لي بس هم مين وانا هروح اوصلهم. ما ينفعش ده بنت الناس اصدقائنا مسافره لوحدها. اديني تليفونها وانا بثق معاها ونوصلها لك لغايه باب الطياره. معلش يا فادي انا لازم اطمن عليها بنفسي. ارجوك يا دكتور جلالي ركز معايا، انا هطمنك عليها. طنط هناء انا عايز حضرتك في كلمه. قولنا ماما. انا هكلم دكتور هلالي. دي بنت حلال قوي يا نانسي، مش هقدر اعمل كده لما اقول له. انا حاولت اكلمه من الصبح ما بيردش. انا هدخل اوضتي عشان اكلمه، لازم اسمع منه كلمه مبروك قبل ما نكتب الكتاب.
ايوه نانسي ده انت بنت حلال. بقول لك ايه، انا هبعت لك بكره ناس يودوك المطار، اصل انا مفهوم هنا جدا في الانتخابات مش قادر اتحرك. المهم طمنيني اول ما توصلي بالسلامه. دكتور هلال انت بتحبني؟ طبعا نانسي جدا. زي بنتك؟ زي بنتي بالظبط. طب يعني لو قلت لك على حاجه مهمه مش هتزعل مني؟ انا عمري ما ازعل منك. طب قول لي مبروك، انا وعبد الحميد هنتجوز دلوقتي. ايه؟ لا اوعوا تعملوا كده. بقول لك ايه، اديني عبد الحميد. لا لا استني انا نسي، بلاش عبد الحميد، انا هاجي على طول بقى. لا هاجي 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 احضر الجواز. ايوه انا موافق طبعا موافق. ازاي هتتجوزي ازاي من غير مشهد؟ استنى اوعوا تعملوا حاجه غير لما اجي. يلا انا مسافه السكه. مع السلامة يا نانسي. مع السلامة. مصيبة يا حبيبي. مصيبة، أنا لازم أنزل مصر حالا. وافق. وافق وجاي يشهد على الجواز. مبروك. مبروك يا حبيبتي. أنا عارفة إن مصطفى قلبه طيب وهيوافق. مبروك. مبروك يا عبد الحميد. باباك وافق على الجواز. وهيجي يشهد على عقد بنفسه. أنا غلطان. أنا كنت لازم أقول مجرم أستاهل الشام. أنا مش فاهم حاجة، طمني بس إيه اللي حصل؟ كان لازم أول ما جت سعاد أقول كل حاجة. اللي يحصل يحصل. سعاد مين؟ تخاف من إيه؟ من الناس. أخاف من الناس وما أخافش من ربنا. بسرعة يا أستاذ لو سمحت. أوي يا نانسي، نص ساعة وبعدكم إن شاء الله. مع السلامة. أرجوك يا دكتور، أنت حالتك وحشة قوي. فهمني مين نانسي دي؟ بنتي. أنت مش عندك بنت واحدة؟ لا عندي بنتين، زينب ونانسي. سعاد انا هموت يا دكتور. ما تقوليش كده، ان شاء الله تقومي بالسلامه من العمليه. قبل ما ادخل اوضه العمليات الله اعلم اذا كنت هخرج منها ولا لا. لازم اقول لك على حاجه مهمه قوي. في ايه يا مدام سعاد؟ نانسي مش بنت الدكتور مصطفى الهلالي. ومين كان قال انها بنته؟ انا اللي قلت، أنا اللي قلت له وفهمته وخدعته إن نانسي تبقى بنته. كنت حاسبها لمين؟ قلت لنفسي هديني سايبة لها أب كويس حنين ياخد باله منها ويراعيها. لكن دلوقتي ضميري مأنبني. دكتور رفعت أرجوك عشان خاطري لو مت روح للدكتور الهلالي وفهمه على الحقيقة. نانسي مش بنته. اوكي يعني البنت تتجوز اخوها اعرفه بيه. أخوها. أنا مش ملاك ولا نبي، أنا غلطت بس عمري ما تصورت إن الغلطة توصل لحد كده. أنت عارف بكري سلمان كان جاي ليه؟ عشان يهددني بالحكاية دي. ثلاث شهور وأنا في العذاب ده ومش عارف أعمل إيه. كان لازم تقول يا دكتور، كان لازم تتكلم حتى لو خرب بيتك. خراب البيوت بيبقى أحياناً أهون من حاجات كتير قوي ممكن تحصل. شيء بشع فظيع ان مراتك واولادك
اللي عاشوا معاك العمر ده كله على الأخلاق والقيم والفضيلة يكتشفوا إن عندك بنت غير شرعية، بنت مخلفة في الحرام، والأبشع من ده إنها هتتجوز أخوها. عمرك ما هتقدر تسيبني في يوم زي ده. متشكر يا بابا، متشكر قوي قوي قوي. ايه؟ واحنا هنقضيها متشكر ومتشكر. يلا يا مصطفى نكتب الكتاب، المأذون مستعجل والناس مستنيينك بقالهم ساعة. نانسي بنتي انا وسعاد، انا ابوها الحقيقي مش بهجت ابو الخير. نانسي اختك يا عبد الحميد، اختك يا زينب. انت بتقول ايه يا مصطفى؟ بقول نانسي تبقى بنتي، نانسي تبقى اخت عبد الحميد. ننتج غلطة واحدة عملتها في حياتي، بدفع ثمنها دلوقتي. لا الحمد لله هي دلوقتي بقت كويسه قوي، بس بعد اذنكم نسيبها تستريح شويه. ما تتفضل معايا في مكتبي يا دكتور مصطفى. لا انا اتفضل هنا، بس دي يمكن ما تصحاش قبل الصبح. انا قاعد للصبح. براحتك يا دكتور، بعد اذن حضرتك. مينفعش كده، حتى لو ده حصل احنا لازم نقعد مع بابا الاول ونفهم منه. مينفعش نسيبه في اللي هو فيه ده لوحده. يلا حضري شنطتك عشان ننزل. هنسيب بيتنا يا ماما؟ ده مش بيتنا. يلا عامل لك همة.
انا لازم اروح لبابا، لازم اقابله اقعد اتكلم معاه. وانت عارفه هو فين؟ اكيد طبعا عند نانسي في المستشفى. كل واحد فيكم يعمل اللي هو عايزه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. سلامة. كنت فين السنين دي كلها؟ ما كنتش عارف. انت مش قلت لي انكم كنتوا بتحبوا بعض زمان؟ لا يا نانسي، ما كناش بنحب بعض. انا ما شفت سعاد غير مرة واحدة. مرة واحدة؟ وهي المرة دي بقى ده انت سرك باتع بقى. صدقيني يا نانسي، هو ده اللي حصل. طب وذنبه ايه الراجل اللي كتبني باسمه وخدنا فلوسه انا وامي ده؟ ده احنا نصابين بقى. وانت كراجل فضيله ازاي تقبل ان كل ده يحصل؟ انا ما قبلتش. ما قبلتش ازاي؟ ما انت كنت عارف وساكت. كنت هقول ايه؟ كنت تقدر تقول الحقيقه حتى لما سالتك. انسى اللي حصل ده، حصل غصب عني. حبيبتي انا ما كنتش دريان باللي عملته ده. انا ماما لما جت لي من كام شهر انا ما كنتش عارفها، ما كنتش حتى فاكر اسمها ايه. وهي بقى اللي فكرتك بكل حاجه. انا نسيت اتاكد ان انا لو عارف من الاول كان لا يمكن اتخلى عنك يا حبيبتي. طب انا بقى مين؟ أبقى نانسي بهجة أبو الخير؟ ولا نانسي مصطفى الهلالي؟ أصدق مين؟ أصدقك أنت ولا أصدق الحكومة؟ طب بعد ما طنط هناء ما أثبتت رسميا إن أنا بنت بهجة أبو الخير، أصدقك أنت ولا أصدقها هي؟ أنت بنتي يا نانسي، أنت بنتي. أنا هقول الدنيا كلها إنك بنتي. لما سعادة هترجع هنعلم ده رسميا. طب وفلوس الراجل اللي خدناها بالقانون كده من غير اي وجه حق؟ نرجعها له، هي دي شغلانه. زينب، من اول ما شفتك وانا حاسه انك اختي. انا مش هسيبك ابدا يا نانسي، مش هسيبك. يا نانسي، شفت كرم ربنا سبحانه وتعالى عوضك على فلوس باخت جميله ازاي؟ انا يا بابا ربنا عوضني بيها. خلاص مفيش مستشفيات تاني، انت هتيجي معانا على البيت. لا انا بقيت كويسه الحمد لله. انا فعلا عايزه اخرج من هنا، عايزه اروح البيت. انت عارفين يا ولاد، اول مره احس ان انا قادر اخد نفسي. جبل جبل وانزح من عند صدري. الحمد لله على السلامة. خضفينا عليك يا شيخ. ما احنا بقينا اخواتي يا عبد الحميد، طبيعي تتخض عليا. انا حاسس بمشكلة كبيرة قوي. الأول كنت شايل هم زينب، بس دلوقتي بقيت شايل همين. على فكرة بابا، عايز أقول لك إن أنا آسف. أنا فعلا آسف. بعد كده هنفذ اللي تقول عليه ومش هسأل ولا سؤال واحد. يا عبد الحميد
أنا اللي بعد كده مش هخبي عنك حاجة ولا هخبي على أي حد أي حاجة. نهار أبيض، الوقت اتأخر أوي، ده النهار تقريبا قرب يطلع. مش النهاردة معلم الانتخابات؟ انتخابات إيه يا ابني؟ إحنا فيه ولا فيه؟ لا يا بابا إزاي؟ ده أنا حاسس ومتأكد إن أنت هتنجح كمان، خصوصا إن نانسي وشها حلو علينا كلنا. لا الحقيقة دلوقتي أنا اللي لازم أروح لماما، عندي كلام كتير أوي لازم أقوله لها. عبد الحميد هتستنى مع نانسي لغاية ما تطمنوا عليها وتجيبوها وتيجوا على البيت. بابا لا ماما مش في البيت. تصورت ان هقف قصادك الموقف ده، يعني هقف ادافع عن نفسي قدام الانسان اللي دافعت عني العمر كله. انا حاولت اقول لك اللي حصل طول الفتره اللي فاتت، كنت عايز افهمك انها مجرد غلطه واحده، مره واحده بس، ما قدرتش. بس رغم العذاب اللي انا فيه انا حاسس ان انا مرتاح دلوقتي وانا بتكلم معاكي. انا مش جاي اعتذر لك هنا ولا جاي اطلب منك انك تسامحيني ولا انك تعديلي الغلطه دي عشان الاولاد والبيت والعشره الطويله اللي بينا. لا انا جاي طالب منك معجزه، وانت ياما عملت معجزات معايا، كنت كل ما ملقاش ايدين تتمدلي غير ايديك انت. المعجزه اللي انا طالبها يا نهى انك انت اللي تدافع عني، تدورين على المبررات اللي خلتني اعمل كده. صدقيني انا مش عارف ده حصل ازاي. ظهر بعد العمر ده كله فما عرفتنيش كويس يا دكتور. اوعى تكون فاكرني متضايقه عشان زوجه مخدوعه جوزها خانها وكذب عليها السنين دي كلها وعمل علاقه غير شريفه وخلف في الحرام يا دكتور. مرت عليا الحاجات دي كتير واقدر استوعب ده كويس قوي. مش انا الزوجه اللي تنكسر عشان حاجه زي دي. المعجزه اللي انت طالبها مني يا دكتور ان انا ادافع عنك كان ممكن جدا ادافع عنك، بس اللي ما اقدرش اغفره ابدا اني كسبت قضيه خسرانه ونسبت بنت الاب مش ابوها، وانت السبب. كنت نايم جنبي في السرير وعارف اني هترافع تاني يوم في الجلسه وانسب بنتك لاب تاني. انك سقطت من نظري ده شيء انتهى خلاص من ساعه ما اعترفت انها بنتك، لكن اني انا اسقط من نظر نفسي دي عايزه معجزه يا دكتور عشان اقدر انسى. انا هعترف بالبنت انا وهخليها ترجع الفلوس للورثه الحقيقيين. وانا هترجع لي يا دكتور؟ هترجع لي شقه السنين؟ هترجع لي ثقتي فيك وفيا؟ أنا لو منك يا دكتور ما كنتش جيت وقابلتني ولا وقفت الوقفة دي. عارف أسوأ حاجة في الموضوع ده إيه يا دكتور؟ إن أنا مش قادرة أتخيل
ده حصل ازاي وامتى؟ انا بعد 25 سنة كنت فاكر ان مفيش لحظة عدت لو انا عارفة انت بتعمل ايه وفين. ازاي قدرت تكذب عليا يوميها؟ اكيد انا سألتك وانت جاوبت. قدرت ازاي تكذب عليا 25 سنة؟ لولا ان عبد الحميد كان هيتجوز نانسي كنت هتفضل طول عمرك تكذب علينا. وجاي تطلب مني معجزة؟ المعجزة الحقيقية هو انت يا دكتور. حتى دي سقطت بمضي المدة زي الشهادة المزورة. كل غلطاتك من نوع واحد. أنا ما ينفعش ندمر كل حاجة في لحظة واحدة. ناخد وقتنا نفكر بهدوء. وأنا موافق على أي قرار تاخديه. أنت لا توافق ولا ترفض. أنا مندهشة. أنت إزاي قادر تحط عينك في عيني وتكلمني؟ إحنا حياتنا مع بعض خلاص انتهت. الجزء الأول من حياتك تنساه خالص. الجزء التاني بقى تقدر تبتديه مع الرقاصة وبنتها. ان شاء الله النهارده يا دكتور ربنا يوفقك باذن الله في الانتخابات ان شاء الله. ممكن ممكن بس بعد اذنك صوره شكل من الاشكال. وجودك مهم جدا يا دكتور. انا هبعت لك العربيه تجيبك من البيت. انه في ساعتي وتاريخي وبمعرفتي نحن جلال سراج الدين رئيس اللجنه الانتخابيه قد تم فتح محضر افتتاح الدائره رقم 3 ومقرها كفر اصاله، وبناء عليه فقد بدانا في فتح باب الاقتراع داخل اللجنه الانتخابيه. غير مجد في ملتي واعتقادي لبست ثوب العيش نوح باك ولا ترنم شادي وحرت فيه بين شتى الفكر تعب كلها الحياة وسوف أنضو الثوب عني ولم أعجب إلا من راغب في ازديادي. يا
مصطفى الهلالي؟ اه حاضر. دي بس هغير هدومي وانزل لك على طول. انت رايح فين؟ احنا رايحين الحزب. حزب ايه؟ احنا رايحين كفر اصاله. لا يا فندم، انا جاي من عند مختار بيه. مختار بيه؟ ده هو عايز يشوف حضرتك ضروري. عايز يشوفني انا؟ الو. اهلا اهلا يا دكتور مصطفى. انا قلت مش معقول يكون نايم لحد دلوقتي في يوم حاسم بالشكل ده. انا مختار، كنت عايز اقابلك واقعد معاك شويه عشان في موضوع مهم كنت عايز اكلمك فيه. لا 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 ابدا، مش هنأخرك ولا حاجه. يا سيدي احنا هنوصلك بنفسنا لحد كفر اصاله وفي الوقت المناسب. يا دكتور دول هم 5 دقايق بس. اهلا 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 يا دكتور مصطفى. اهلا، نورت المكان. الله يشفيك. يا مرحب، اهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور، اتفضل. على فكره يا دكتور انا معجب بيك جدا واولادي بيحبوك قوي. اتفضل. الله يخليك، متشكرين. والله والله يا دكتور انا في منتهى السعاده ان انت قدرت تخرج من كل المؤامرات اللي حواليك دي. لا وخرجت منها ايه، واقف على رجليك وفي منتهى القوه والصلابه. رزق ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بالله. شوف يا دكتور، انا عارف انك انت المفروض تكون دلوقتي في كفر أصالة، وانا ما جبتكش هنا عشان اعطلك. لا 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 ابدا، انا جايبك عشان اقول لك حاجة مهمة جدا. المرشح بتاعنا في كفر أصالة عطية السعاتي، احنا رفعنا ايدنا عنه خالص لانه لا يليق ولا يصح ابدا انه يمثل حزب الوحدة واحد بالاخلاقيات دي. هو طبعا يعني مش شرط ان اللي ينجح في الدايره دي يكون من حزبنا، لكن الشرط الاساسي ان هو يكون بيحب البلد وتهمه مصالح الناس. وانا من رايي ومتاكد من ده ان من مصلحه الحزب ان اللي ينجح في الدايره دي واحد زيك. انا متشكر يا مختار بيه. طيب تسمح لي عشان انا يا دوب كده. لا 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 لا، انت مستعجل على ايه يا راجل؟ ده انت لسه ما شربتش حاجه. اقعد اقعد يا دكتور، ده احنا بنحبك وبنثق فيك. بس على فكره ده لوحده مش كفايه، لازم نقف جنبك ونساعدك. انا عارف ان الساعات اللي جايه دي ساعات حاسمه في تحديد مصير الدايره دي، عشان كده انا طلبت ان انا اقابلك واشوفك النهارده قبل ما تروح الدايره. أنا مختار بيه، بس أنا نازل مستقل ومش هتبع أي حزب. يا سيدي ما قلناش حاجة، ما هو إحنا عارفين ده كويس. بس بقى اللي عايزينك تعرفه إن الشعبية بتاعتك والجماهيرية ودي حقيقية، وإنت تستحقها وتستحق أكتر منها كمان. إن مش دي وحدها اللي هتنجحك في الانتخابات. لازم ده يبقى بدعم مننا وبموافقتنا. شوف يا مختار بيه، أنا عمري في حياتي كلها ما اعتمدت على دعم من حد. أنا بعتمد على ربنا سبحانه وتعالى، وطبعاً على الشارع المصري. ونعم بالله. الشارع مهم طبعاً. بس الشارع لازمه ضابط مرور عشان ينظمه، وإلا الحركة تختل، وكله بقى يدخل في بعضه، والمسألة تبقى فوضى. ممكن يا مختار بيه تقول لي انت عايز مني ايه بالظبط؟ عاوز اقدم لك هديه، بس انت مش مدد ايديك. عايز البسك بدله على مقاسك ومتفصله عشانك مخصوص. بس بقى عشان تلبسها لازم تمد ايديك في الكمام، مش كده؟ معلش يا مختار بيه، ارجوك وضح اكتر. قول لي يا دكتور مصطفى، انت معانا ولا ضدنا؟ انا مع الناس يا دكتور، انا مع الحق. يبقى ما اختلفناش يا دكتور، يبقى احنا كلنا في صف واحد. الف مبروك،
الف مبروك. احنا كمان مع الناس والحق. اقدر اقول لك دلوقتي ان شاء الله ناجح باذن الله وموفق. شكرا. السلام عليكم. انما اخبار نانسي ايه يا دكتور؟ يا سعادتي يا سعادتي يا بحبح ايدك مع الراجل شويه، دي عاشر عربيه جبهه، الراجل ده شقيان معانا من شويه البحر. يلا 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 يلا، هو هنا هو. كل واحد يطلع بطاقته الشخصيه والعائليه وبطاقته الانتخابيه ويستلم بطاقه التصويت ويخش في اللجنه، وورا الستاره هيعلم على ايه؟ حفظ الشرع يا عربيه انت في البيت وقفل الموبايل، والمندوبين اللي احنا بنتكلمين معاهم ما حدش منهم وصل. الراجل الاهبل ما عندوش خبره انتخابيه، هي الحكايه بالطبل والظبل. الحكايه بده بده يا اهبل. مبروك مقدمة العطية بيه، الخطة ماشية 100 100. اكتساح. احنا برضو مصرفين شوية يا حلو، وبقالنا أسبوع ما نمناش. الهلال الظاهر خد البصيرة وقعد في بيتها، لو أنا حتى مندوبينه ظهروا لحد دلوقتي. ومش هيظهروا يا ولد، أصل يوم الانتخابات ده يا حامد له تكتيكاته الخاصة، ومفيش فيه حاجة بتعدي من الساهل. سعادة الباشا الغدا جاهز في الدوار، وقت ما تؤمر نروح على هناك نتغدى ونشرب الشاي وتقيل لك شوية. ما ينفعش عمدة أسيب اللجنة لوحدها. جرايا محسن بيه ما تقول له، دي كفرة أصالة هادئة مطمئنة. طب يا ريت كل اللي جاي تبقى زينا كده. احنا هنسيبهم كده طاحين في بعض. احنا علينا تأمين اللجنة وبس. يعني انتوا مالكمش دعوة بأي حاجة خارج حدود اللجنة. نظرية برضه.
الضابط وحسين جاي، الضابط وحسين جاي. انتوا رايحين على فين؟ انتخابات مين؟ ده الضرب هناك للرقب والاسعاف عماله بتشف الناس. ارجعوا ارجعوا، بلا انتخابات بلا زفت. ارجع 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 ارجع. العمده بيقول لك اقعد على الكرسي، 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 العمده بيقول لك اقعد على الكرسي. اهلا يا باش. طبعا طبعا يا باش، ده انا بذات نفسي قدام باب اللجنه وقاعد على الكرسي. الحمد لله الحمد لله، عشنا عمرنا كله في البلد دي بما يرضي الله. لا رحنا كباريهات واخدين بالكم، لا رحنا كباريهات ولا صورنا مع رقصات، وشهادتنا لله الحمد مش مزوره، شهادتنا صح سليم والصفحه بيضه منوره. الصفحه بيضه بعون الله، الصفحه بيضه منوره. أنا مش عارف راح فين، بس حتى الموبايل مقفول، يلا في البيت ما يعرفوش عنه حاجة. يلا يا رجالة علشان تلحقوا، خش على رضوان الكوب، رمز المصباح ربنا ينور طريقكم، رمز المصباح ربنا ينور طريقكم، خش على الكوب. خش يا دوم وخش. أيوه أنت الدوسة وأنت الدوسة.